سيد ابوس رجلك، ركز في اللي هقوله لك ونفذه بحذافيره. الغي لي الخطه كوكو، وافتح لي بقى المايك اللي انت فرحان بيه، وقول اللي هقوله لك بالظبط. الرجاء صاحب السياره رقم 642 عين في لام ترك المريض والذهاب للعربيه اللي في الباركينج عشان موقفه الدنيا والناس نزلت من عربياتها وماسكين في بعض. يا جماعه انتوا فين كل ده؟ يا جماعه انتوا فين؟ ثانيه يا طور قبل ما تمشي الراجل. ما انت شفت الراجل كان متبت ازاي؟ اعمل ايه؟ الواحد ما يعتمدش على حاجه خالص. عامل لي فيها زعيم عصابه ونيله. ده وقته اللي انت بتقوله ده وقته دلوقتي؟ المهم انه غار. يلا غار. ايوه يلا. ايه الدماغ ده يا كاريزما؟ الخطه اتنفذت والراجل مشي. كاشف راسي وداعي عليك يا سيد يا ابني بهانه تتفضح فضحتي دي. غبي. ابدا معنى اللي غلطان. متوقع ايه؟ متوقع ايه من واحد كان في رمضان بيوزع تمر على الناس وقت صلاه الفجر؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ. ايتك هتموتني. قصدي انجز انجز. انت بتقوم محسن. يلا يا ابني اعدله يا عم. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ انا تعبان قوي. تعبان قوي يا دكتور. في ايه يا مدام؟ تعبان يا دكتور. ازاي ده؟ ازاي ده؟ ازاي ده؟ ازاي ده؟ خالص اهدي خالص. تعالي تكشفي، ممكن تكوني محتاجه عمليه. عمليات؟ لا عمليات، لا عمليات، لا. انت ممكن يا دكتور حقنه مهدئه بارك الله فيما رزق ونمشي؟ لا لا لا، ما ينفعش حقنه خالص، لازم تدخل العمليه، ممكن تكون محتاجه عمليه. ياه سبحان الله، ايدك بلسم يا دكتور، فيها شفا، حاسه اني تشافيت. بلاش دلع، بلاش. يا ابراهيم يا سيد. سيد مين؟ تعالوا يا جماعه يلا. سيد مين؟ يا لهوي شفت الراجل الواطي سابني وشرخ يا دكتور يا عمي. اهدي بقى يا مدام. عمك مين؟ عمك مين؟ يلا سيد عمي وعم عيالي. ما توريها يا دكتور. تعالي بس يلا هويها. هون مهدئه يا جماعه. مهدئات؟ لا مثبطات. ايوه على السيده رجاء الرجاء التوجه. ايه اللي انت بتقوله من الصبح ده؟ انت مين اصلا؟ انا الموظف الجديد. موظف جديد؟ انت شكلك غريب يا ده، وريني الكارنيه بتاعك. والله العظيم انا مهفف، والله العظيم ثلاثه، انا مهووس بالاذاعه بس من صغر. بص البحر. على الرجاء السيد عمرو البحر الخامه. انت شكلك حرام يا ده. والله العظيم ما حرام جام. والله مهفف، والله والله ده حب للاذاعه والمال. حبك للاذاعه انا عارف. نبره الصوت بتاعتي النادره والله. انا هحللك يا جلجل كبعيد. طب ادي عليك اقول ايه؟ بقى هيحصل فيك اكتر من اللي انت فيه. انا لاحق عليك ولا على كمال ولا ما. ايه ايه هو ده مفهومك عن النجاح؟ اما لو كانت فشلت وراحوا فين؟ انا هتسند عليكوا امتى بس؟ انت مش هتقدر تهرب بالواد ده من باب المستشفى او حتى باب الجراج. عايز تهربه قولي. هو حضرتك الاستاذ مورجان فريمان؟ انا عمك نجاح. الخطة هتتم بنجاح. طب هنعمل ايه؟ فتح مخك اللي انت تؤمر بيه.